عرفنا وين ينخزن المتغير هنا وعرفنا شلون جاي يتم تعريفه بالبدايه، اعطيه نوع، بعدها اسمه، بعدها القيمه مالته. راح نعرف بعدها نعرف الانواع، انواع المتغيرات مثل ما تشوف قدامك، وبعد يمكن اكو انواع اخرى، لكن انا يعني اللي راح نستعملهن فقط، انا اللي راح اشرحهن فقط هن اللي راح نستعملهن. فمثلا عندنا سترنج، هذا سترنج نوع البيانه او نوع البيانات من نوع سترنج. هذا سترنج هو نص، يعني انت لما عندك كلام او اسم او يعني جمله تريد تحفظها داخل متغير، فلازم تستعمل سترنج، ما يصير تستعمل غير السترنج يعني بالكلام. النوع الثاني اللي هي الداتا او الداتا، هذا المن يستعمل لخزن الوقت والتاريخ، يعني هذا تمام. فالداتا المن تستعمل لخزن الوقت والتاريخ. بعدها البايت او البيت، هذا البايت او البيت اللي يكون عدد صحيح، ماشي، عدد صحيح موجب فقط، ما بي سالب، عدد صحيح موجب. منين يبدا من الواحد الى 255. يعني انا مثلا اجيت اريد اعرف، فاعرف مثلا انتجر هالشكل، اقول ان اكس يساوي على سبيل المثال 10، فهذا صحيح يعني كبرمجة أو كمنطق صحيح؟ لا، هذا خطأ. إحنا دائماً نستعمل انتجر كأعداد صحيحة، هذا غلط. ليش؟ لأن الانتجر راح نشوف حجمه أكثر من البايت، فأنا إذا عندي رقم يعني من الواحد لل العفو 255 مثل ما تشوفون هنا، إنه من الواحد لل 255، فأنا ليش أحجز حجم كبير وما استعمله؟ استعمل هو هذا البايت مباشرة، استعمل البايت واخلي مثلا رقم 10، مثلا رقم اي رقم انت تريد. فدائما اللي راح نستعمله التعريف البنات، لان احنا مثل ما تعرفون البنات عندنا من 0 الى 13، وعندنا اي 0 اي 1 اي 2 كذلك. راح نستعمل، ما راح نستعمل الانتجر مثل باقي يعني الدورات، دائما اشوفهم يستعملون انتجر. احنا راح نتعلم بشكل صحيح، راح نستعمل البايت، لان يعني هو البايت هو المناسب. كذلك انت لما نشوف الحجم الذاكره اللي موجوده داخل الاردوينو، يعني مو ذاكره كبيره حتى تستعمل انتجر تاخذ منه مثلا مساحه قليله، مثلا هو بي مثلا على سبيل المثال 10 خانات، هاي العشر خانات انت مثلا خليت بها خانتين استعملت من عتها والبقيه تركتها، فهاي مساحه مهدوره، ما يصير نستعمل هالشكل. لازم شنو نستعمل مثلا البايت، ليش؟ يعني هو محددينه من الواحد لحد 255 هالشكل. بعدها هذا نوع البيان، بعدها نوع البيان شنو الشورت اللي هو عدد صحيح يبدا من هذا الرقم الى هذا الرقم، تمام. فهذا الشورت. الانتجر هو عدد صحيح يصل الى 10 خانات، هذه العشر خانات من ضمنها الموجبة والسالبة، إذا البايت فقط الموجبة، أما الانتجر الموجبة والسالبة، يعني يأخذ عدد سالب ويأخذ موجب. البايت لما تعرف العدد السالب راح يعطيك خطأ، ما يصير. ليش؟ لأن هو يستقبل فقط الموجب. بعدها اللونج اللي هو عدد صحيح يصل إلى 19 خانة، هذا عدد صحيح بس مثلا أنت عندك رقم جدا مثلا جدا كبير، فهذا اللونج راح نستعمله. مثلا شفت الانتجر ما يكفي هذا الرقم، راح استعمل لونج. فهم شلون مدرجينها، مثلا شفت العفو شفت الرقم اللي انت جاي تستعمله مثلا اكبر من البايت، اكبر من 255، فانا راح استعمل مثلا الانتجر او مثلا الشورت، او مثلا شفت الرقم اكبر من الشورت راح استعمل الانتجر، شفت مثلا رقم اكبر من انتجر فهم مخلي لي لونج. وكذلك هذا يعني الترتيب من الاصغر للاكبر. فهالشكل احنا راح نبدي يعني البرمجه مالتنا، انه اذا استعملنا البنات اذا نريد نعرفهم خلوها يعني هاي بايكم، راح نستعمل البايت. اذا شفنا مثلا ارقام مثلا مسافات كبيره، فراح تكون مثلا نستعمل شورت او انتجر او مثلا لونج، نشوف حسب
يعني حسب العدد أو حسب الرقم اللي موجود. بعدها طبعا الدبل عندنا عدد عشري، عندنا مثلا هنا هنا ما كل فلوت، ما أعرف ليش إيه أكو نوع بياني اسمه فلوت كذلك هو عدد عشري كذلك. عندنا مثلا بوليان اللي راح نستعمله اللي هو يقبل تقريبا هو بت واحد، يا اما ترو يا اما فولس يا اما صفر يا اما واحد. فهذا البوليان يعني اغلب اللي راح نستعملهن هن البايت اللي راح نستعمله، كذلك انتجر اللي راح نستعمله بوليان، هذن اغلب المتغيرات اللي راح نستعملهن. وعرفنا بالبدايه انه شلون نعرف المتغير، طبعا انا استعمل هذا المحرر حتى يعني مثل ما نقول اشرح لكم عليه. نشوف نقدر نكبر الخط، تمام هسه انا قدرت اكبر الخط. فلما لما اشوفه اكتب انتجر اعرف مثلا اي اسم متغير، على سبيل المثال age فاخلي له 20. فهذا هالشكل انا عرفت نوع البياني اللي هو انتجر، الايج اللي هو اسم المتغير، بعدها اللي راح يكون 10 اللي هو قيمة المتغير، وعرفنا هذا المتغير وين راح ينحفظ، وين راح يكون قيمة المتغير راح تكون داخل الرام. إذا كان البرنامج يتنفذ بالحاسوب راح يكون داخل رام الحاسوب اللي هي الذاكرة الرئيسية، أما إذا كان داخل الأردوينو فهو راح ينحفظ داخل الآي سي. هالشكل. بعد المتغيرات، بعد ما عرفنا المتغيرات وعرفنا شلون نعرفهن، مثلا خلي نعرف مثلا قيمة لونج، يعني هو كله نفس التعاريف، يعني ما اريد انا اخذ من الوقت هواي. عرفنا شلون نعرف هذا الانتجر، دائما احنا راح نستعمل انتجر، دائما راح نستعمل بايت، دائما راح نستعمل لونج، بوليان كذلك قليله راح نستعملها. فهذن يعني اكثر يعني المتغيرات اللي راح نستعملها. بعدها بعد ما عرفنا المتغيرات وعرفنا المتغيرات، اكو شغله صغيره بعد لازم نسويها. اكو متغيرات مثلا اكو متغيرات لما اعرف هذا المتغير هنا داخل هذا القوس، هذا القوس وهذا القوس، فهو المدى مالته، المدى مالته يكون فقط داخل هاي الاقواس، ما راح اقدر استدعي مثلا اذا جيت اكتب داله او جيت اكتب هنا سطور ثانيه، ما راح اقدر استدعى هذا المتغير داخل الداله الثانيه اللي مثلا موجوده. مثلا البرنامج متكون من مجموعه دوال، فهاي المتغير ما راح اقدر استعمله خلال الداله الثانيه، لازم استعمله فقط داخل هاي الاقواس من هذا المكان الى هذا المكان. فهذا اسمه يعني شلون سكوب المتغير او المدى مال المتغير، فهذا اسمه لوكال. المتغيرات دائما احنا اللي راح نعرفها بالاردوينو راح تكون خارج هذا المدى، حتى اقدر انا استعملها وين ما اريدا، وين مثلا باي داله انا احتاجها انا راح استعملها. فانا راح اخلي هذا المتغير كذلك انسخه منه واخليه فوق المين، او اقدر مثلا اخلي تحت الهاش انكلود حتى اعرفه، حتى يكون معرف على جميع البرنامج مو فقط الداله المين وبس. طبعا عرفنا انواع المتغيرات، عرفنا المتغيرات شلون احدد مداها. بعد هذه المتغيرات ايش عندنا؟ عندنا العمليات الرياضيه. العمليات الرياضيه طبعا انا يعني متعمد انه مثل ما نقول اشرح بشكل سريع، لان يعني ما احب اطول بهذا البرمجه، لان هذه اللغه سي بلس بلس انه تاخذ منك وقت كلش هواي حتى تدرسها. الافضل انه تدخل دوره بها من البدايه، يعني هذا افضل شيء. انا يعني راح اشرحها بشكل سريع. بعدها العمليات الرياضيه، مثل ما تعرفون انه لغات البرمجه لازم بها يعني عمليات رياضيه. فالعمليات الرياضيه مثلا الجمع، التمثيل الرياضي يكون هالشكل، يعني التمثيل البرمجي راح يكون سي، يعني نفس التمثيل الرياضي راح يكون نفس التمثيل البرمجي. الطرح كذلك، عندنا القسمه راح يكون هالشكل تمثيل رياضي، ويكون مثل السلاش اللي هو راح يكون التمثيل البرمجي مالتها. الضرب عندنا مثل علامة الاكس بالتمثيل الرياضي، راح يكون بالبرمجة راح يكون عبارة عن نجمة،
باقي القسمة راح يكون مثل علامة 100%. هالشكل. طبعا أنت عرفت هسه حاليا شنو هي العمليات الرياضية الموجودة. بعد ما عندنا يعني غير عمليات، عندنا العمليات مثلا الأس أو يعني غير الأس. الأس هو راح نستعمل الدالة اللي هي الباور، هذا يعني للأس. فهاي هي العمليات الرياضية، انه الجمع والطرح والقسمة راح يكون راح تكون يعني بهذا الشكل، الضرب راح تكون بهذا الشكل، باقي القسمة راح يكون بهذا الشكل. بعدها الرموز هذه راح تكون مرتبة حسب الأولوية. احنا عندنا المعادلات الرياضية، مثلا خلي اضرب لكم مثال، خلي امسح هذا، اعرف هنا اقول انت سم. السم هذا متغير، احنا عرفنا شلون نعرف المتغير. هذا السم نوعه شنو؟ نوعه انتجر واسمه سم. اريد انطي قيمه، انا ما اريد انطي قيمه حاليا، فراح اقدر اسوي له هالشكل انه ما اعطي قيمه قيمته، او انطي قيمه ابتدائيه اللي هي صفر. هالشكل انا اقدر ما انطي قيمه واقدر انطي قيمه ابتدائيه صفر. تمام. بعدها انا هذا السم اريد اجرى عليه عمليات رياضيه، فاقول ان سم هالشكل، واقول مثلا مثلا 3، او اقول مثلا 2 زائد 2 في اوكي 2 هالشكل. فاحنا ايش عندنا هسه؟ هاي تعتبر عمليات رياضيه من العمليات الرياضيه. هاي العمليات الرياضيه اذا اجيتها انا كيعني ككومبايلر، فراح ايش اجي اخذها من اجي من الاعلى للاسفل ومن اليسار لليمين. هالشكل راح يكون قراءه الكومبايلر، يعني اول ما يجي يقرا هذا السطر، بعده يقرا هذا السطر، بعده يقرا هذا السطر، هالشكل وينفذه. راح تكون من اليسار الى اليمين. فاول ما اجي يجي هنا العمليات الرياضيه، لا هنا يوقف. يحتاج شنو؟ يحتاج اسبقيه او اولويه للعمليات. مثلا عندنا عمليه الضرب لها الاولويه على عمليه الجمع. فهذا الجدول يبين الاولويه مال العمليات. مثلا عندنا الاشارات زائد زائد او ناقص ناقص، اللي هي يعني زياده بمقدار واحد، هذن اللي يجن مثلا قبل مثل ما نقول قبل المتغير، او عندنا بعد المتغير. تمام. هذن قبل المتغير راح يزداد بمقدار واحد او ينقص بمقدار واحد، زائد زائد زياده بمقدار واحد، والناقص ناقص مثلا راح ينقص بمقدار واحد. تمام. عندنا الاشاره السالبه، بعدها نشوف عمليات الضرب والقسمه، والضرب والقسمه وباقي القسمه نوبه زائد والناقص، بعدها اللي يساوي يعني عمليات الجمع وهذا. فطبعا هنا أنا ناس الاقواس لها الاولويه بكل شيء، يعني لما يكون اقواس لها الاولويه بكل شيء، هنا أنا ناس هو الاقواس. تمام. فهسه شنو عندنا؟ هسه لما اجيت لهاي المعادله الرياضيه، لما نريد نحلها، اول مره اجي يقرا الكومبايلر بهذا الشكل، انه سم هو معرف، سم ماشي هذا متغير، لازم اخلي بي هاي القيمه. فهاي القيمه شلون عالجها؟ شلون يتم معالجتها؟ شلون؟ من خلال العمليات الرياضيه والاسبقيه. فالاسبقيه يشوف هنا أنا زائد ويشوف هنا أنا ضرب، فراح المن الاسبقيه شيء اكيد للضرب راح يكون شنو؟ راح يضرب 2 في 2، وبعدها الناتج مال هذا حيجمعه ويا 2، فراح يقول مثلا 2 في 2 4 زائد 2 هالشكل. فراح نسوي عمليه طباعه للسم. فهذا يعني سي اوت هو عملية طباعة، طبعا هاي بالسي بلس بلس. عملية طباعة علما للسم، فراح اشغله. طبعا هنا انا هاي ما احتاجها، اخلي امسحها وارجع اشغل مرة ثانية. فنشوف طلع عنا الناتج مال سام 6 هالشكل. يعني لو كانت الأولوية للزائد،
لا بالبداية كان يسوي، كان جمع 2 زائد 2 4 في 2 8، كان طلع لنا 8، لكن بما انه الأولوية للضرب فبالبداية ضرب بعدين جمع هالشكل. هذا يعني أبرز مثال الأولوية. بس لما أقول الأقواس مثلا هنا، خلي أخلي أقواس، طبعا الأولوية لمن؟ للأقواس، شيء أكيد راح يجي يشوف الأولوية للأقواس، بعدها بعد ما يكمل أولوية الأقواس يجي للضرب هالشكل. فايش راح يكون؟ راح لما أشغل راح يطلع لي قد الناتج، راح يطلع لي 8. ليش؟ لأن أنطى الأولوية لمن؟ للأقواس. فهالشكل هذا، هاي العمليات الرياضية هالشكل جاي يتعامل وياها، فتحتاج أنت تعرف هذا الجدول شلون تتعامل وياه، تعرف هالشكل. طبعا هنا خلي زين، اكو بعد شغله اذا مثلا هالشكل، انا راح اسال واريدكم تجاوبوني. عندنا ضرب، هذا ضرب اوكي. هسه انا راح اسال سؤال، خلينا نسوي مثلا هذا 3 او 4، خلينا نقول 5. تمام، هسه كبدايه اجيت انا ككومبايلر، اجيت هاي المعادله الرياضيه، فهنا عندي ضرب وهنا عندي ضرب حسب الاولويه مالتي، انه الاولويه تضرب هي اثنيناتهم بنفس المقام. زين، اي ضرب راح ياخذ؟ راح ياخذ الضرب الاول لو ياخذ الضرب الثاني، فراح ياخذ المن ياخذ، لان احنا قلنا يبدا التنفيذ بهذا الشكل من اليمين، من اليسار العفو الى اليمين، فراح ياخذ عملية الضرب الاولى بعدها عملية الضرب الثاني، وتستمر هالشكل. يعني لما يكون هناك اكثر من عملية تستمر هالشكل بنفس المقام. فعرفنا شنو يعني الاولويات، اولويات العمليات الرياضية. فهالشكل هذا الجدول مهم، لازم مثلا انت تعرفه او تطلع عليه. طبعا بقى الزائد زائد والناقص ناقص، خلي نشرحهن، او خلينا نشرحهن بشكل سريع. هذا زائد زائد وناقص ناقص، مثلا خلينا نقول مثلا هاي 5، خلينا نقول 5. تمام، فلما انفذ راح تظهر لي السم، راح يظهر لي 5. فهاي 5 اذا خليت هنا زائد زائد، هنا بالبدايه اذا خليتها بالبدايه، فاحنا قلنا الكومبايلر شلون يجي؟ يجي من اليسار الى اليمين، فاول ما راح يشوف قدامه راح يشوف زائد زائد، يعني راح يزود هاي القيمه بمقدار واحد، يعني 5 حيسويها 6. فبالبدايه يزود، بعدين حينفذ العمليه مالته اللي طالبها انا من عنده. فبالبدايه يزود، ليش؟ يعني زائد اجى بالبدايه، فبالبدايه يزود بعدين يطبع، فراح ادوسه راح يطبع لي قد 6، انا مخلي له 5، فبالبدايه يزود انه بطبع. زين، اذا هذا زائد زائد خليته هنا انا بهذا الشكل على جهه اليمين، فالكومبايلر راح يجي بالبدايه حيشوف السم، يعني شنو؟ حيطبع بعدين يزود السم. فلما ادوسه تشغيل هتبقى 5، لكن اذا سويت عملية طباعة ثانية، سويت عملية طباعة ثانية، خلي أسوي هذا underline يعني حتى ينزل سطر، وهذا وخرت من عند الزائد زائد، فأشوف شلون راح يطبع لي، فأشوف شلون راح يطبع لي. شوف بالبداية إحنا هنا مو هنا العملية زودته، فليش ما طبع لي؟ ليش؟ لأن يعني بالبداية استلم عملية الطباعة، نفذ عملية الطباعة بعدين زود. ليش؟ لأن اجى زائد زائد متأخر، فبالعملية اللي وراها السم، هنا مو السم صار 6، فهنا ايش راح يكون؟ راح يطبع لي 6 كذلك. فهاي بالنسبة لعمليات الزائد زائد والناقص ناقص، نفس الشيء، هي فقط زيادة بمقدار واحد، والناقص ناقص نقصان بمقدار واحد. بعدها طبعا انا الاف والاف الز هذني ما راح اخذهم، يعني الحد اللي جاي يعني اشوف كافي، لان عبرنا وقت الدوره تقريبا ساعه، فهذا الحد العمليات الرياضيه.
وباكر راح نكمل بالاف والاف الس والفور وباقي يعني باقي المواد اللي راح ناخذها. طبعا اللي جاي اقول لكم شكرا جزيلا واسف على الاطاله، طولت.